نحن اليوم في يوم الوفاء، اسمحوا لي بكلمة من القلب بوجهها إلى السادة المكرمين. هذا اليوم بيمر أمامي وأمام هؤلاء المكرمين شريط حياتهم وشريط كفاحهم اللي أنا عاصرته وشفت قصة كفاح كل منهم. احتفلوا معي بهؤلاء الأبطال، بهؤلاء الرجال. أنا بهني أسر المكرمين بهذا اليوم، بهني الأساتذة. بنحتفل النهاردة إلى جانب السادة المكرمين، بنحتفل بنحيي روح النقباء الأجلاء الأستاذ محمد المغربي، الأستاذ محمد عطية الجنايني، الأستاذ محمد لطيف، وبحيي اللي موجود معانا أخي الفاضل اللي علمني أولى الخطوات في العمل النقابي، الأستاذ محمد عبد المطلب. وبحيي النقابي الجليل الأستاذ جمال سويد. وبحيي أخي النقابي الأستاذ أحمد زكي عبد المطلب. بحيي النقابي الأستاذ محمد حمدون. وكلماتي إلى إخوتي الشباب المحامين، شباب المحامين، تتبعوا خطوات هؤلاء الأبطال، هؤلاء الرجال. دي قصة كفاح طويلة، تتبعوها بكل قاموا بكل نزاهة وشرف بواجبهم. والنقابيين قاموا بكل نزاهة وشرف، وبوجه ندائي إلى الشباب النقابيين، كونوا على الضرب هؤلاء النقابيين الذين أدوا أمانتهم بكل شرف وأمانة. وكانت أموال النقابة العامة خط أحمر بالنسبة لهم. أنا بشكركم وشرفتونا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.